انت يا برج الجوزاء في الورد انت شكلك في حواليك ناس كتير، وانت عمالك بتظهر نفسك لحتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك، وكمان انت عندك شيء انهيته وبدأت، يا اما انهيت علاقة وابتدأت علاقة جديدة، او انهيت موضوع عمل وابتدأت في عمل تاني. إيه كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور ومرموق وجميل جدا وجذاب، وانت طبعا يا برج الجوزاء جذاب جدا، لكنك انت بتحب انك تظهر التفاصيل هاي، او انت في الطاقة تاعتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك، مش شرط للعلاقات، للاصدقاء، للمقربين، واحتمال انك انت انهيت شيء وانت حابب تبدأ من داخلك شيء جديد. انت كأنك انوجعت بما فيه الكفاية وحابب تبلش عالم اخر غير العالم الماضي، فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا فاجأك برسالة وهرب، فأنت عشان هيك قررت إنه خلاص تنهي هذا الألم. أنت في نهاية الألم وبداية جديدة عندك، وأنت شفت هذا الشخص يمكن متسرع، غضوب ومتهور نوعا ما، وأنت شايفه إنه يعني كلامه مش مطابق لمشاعره، يعني أنت يمكن بيجي بيحكي لك كلام غير عن مشاعره، او احساسك انت حس انه مشاعره غير والكلام اللي بيعطيك اياه غير. وانت شفت انه ياما بعت لك رساله يمكن على الانترنت، بعت لك رساله سريعه وهرب. خلينا نشوف هذا الشخص شو الهايرفنت. الهايرفنت و الشخص هذا يمكن في زواج، يمكن هذا الشخص مشهور على السوشيال، او شخص حاليا بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او ينشر مجلات، ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيقيم بال يمكن امام جامع، يمكن بيقيم بالناس وبيعطيه نصائح وارشادات، واحتمال هذا الشخص هو في خطوبة او في زواج جديد، يعني اعلن زواجه جديد او في خطوبة، وهو الشاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب، وهو الشاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل لك شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت تفوت علاقة، لا، هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك، يعني مش انه بدك تفوت علاقات، لا، انت بدك تحاول انك تكون مشهور. وهو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منكم، يعني اذا كان هذا الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بتمنى انه يرتبط فيكم، لانه هو متجه عليكم، وهون نفس الشيء هو متجه، لانه هو في طاقة الفايف اوف بنتكل في الوجع، وفي الاحساس بانه انخدم، واحساسه انه هو طلع من هاي العلاقة او ايا كان، اذا كان في بينكم انفصال، اذا ما كان في الشخص تعبان جدا وطاقته كلها احزان، وهو احساسه بالالم والغدر، ومش شرط ان تكون انت يا برج الجوزاء غدرته، طبعا يمكن احساسه بالناس اللي حواليه، ويمكن هو عنده خسارة مادية، مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرته او انت عملت له اشي. احتمال للبعض منكم، احتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك، بكامل ارادتك، يعني لانه الشخص في الحالة هي لانه فيه هو في توتر في انفصال، فاكيد راح يكون الانفصال اما انفصال علاقة، فهو حاسس انه انت انفصلت عنه نهائيا، او الانفصال جاء من اتجاهك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاهه للبعض منكم طبعا. واذا هو انفصل عنك فهو تعبان وحاسس بالاسى وبالالم، وحاسس بفقدانك على فكره هذا الشخص،
هو مفتقدكم، مع انه طاقته هون الحر فهمت هذا احساسه اتجاهكم. وهون مبين عندي انه هو اللي طلع من العلاقه. بس خليني اشوف شوي عشان اتاكد. واخذ لكم كروت رومانس. هو انقطع، هو زعلان عشانكم لانه انتم انفصلتوا عن بعض، لانه كان احساس ان انتم بتشبهوا بعض كتير، وانت السلميت او الشخص اللي بتشبهه بالضبط، انت الشخص اللي بتشبهه، انت مراية له لهذا الشخص، لهيك هو مفتقدك. على فكرة هذا الشخص مفتقدك جدا جدا، وهو بحاول او هو شايفك انه انت انفصلت عنه بسبب انشغاله عنك. انت كنت مثلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وبالاحداث اللي بتصير عندك، وهو كان مطنش وهو ندمان على هذا الشيء. طب خليني اشوف الرومانس شو بدهم يحكوا لنا. عفوا يا جماعة، بس كان ابني الصغير قاعد هون بشقيتي. خلينا نكمل قراءة. كنا بدنا نطول الرومانس ونشوف شو وضعكم. برج الجوزاء، شكل الانفصال متأثر بحياتك المادية. شكلك انت بتحاول انك انت تبدأ بمشروع جديد، لانك انت شايف انه حياتك لازم تبلش بمشروع مش بعاطفة، وكأنك انت بتطلع من كل العواطف والعلاقات. لاني انا شايف برضه هون طاقتك انه يعني مش احساس مشاعر انه انت متلهف للشخص، او لا انت شايفه كشخصية ثرثارة وشخص مثلا بتكلم يعني بيحكي كتير وبيختفي بيروح، او اختفى ومثلا ما عاود رجع، او اجى انهى العلاقة وراح. فانت صرت بدك تطلع من هاي القيود وتهتم في مادياتك، لانك انت بتعاني وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. كمان هذا الشخص صار عنده برضه، للبعض منكم صار عنده الوضع المالي، صار عنده خسارة في وضعه المالي، لهيك عنده صار التور، انهيار مادي يمكن. للبعض منكم احتمال انه يكون هذا الشخص بيعاني من وضع مادي سيء. طيب هات سلمي. Yes, this is your soulmate. هذا الشخص توأم روح. طيب وانا قلت لكم انه لحظة اشوف انه هو حاس انه انت soulmate، وحكيت لكم انه هو حاس انه انت soulmate، كان هون الكروت وحاس انك انت كون انت شخص soulmate تبعه. طيب شو مشاعره اتجاهك؟ هو بحاول يتشافى وبحاول يوازن ويظبط نفسه من ناحيتها، لانه بسبب انه هو شاف انه هاي العلاقه انحط لها حدود او بلشت الحدود تعلى فيها، فهو شاف انه هو لازم يتوازن، لانه هو محتاج للشفاء، لانه هو بمر في مرحله داخليه، انفصال داخلي، هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا. فهو حاسس انه لازم يتشافى ويطلع من المرحله اللي هو فيها. هو يمكن مبين لك خارجيا انه هو شجاع، الرجل المقدام او يعني الشخص المقدام، وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقه ويفل ويروح. ف
وانت شايفه ظاهريا هيك، لكن هو بداخله متدمر. يعني هو حاسس بانه مفتقده بالفقدان، هو حاسس انه جروحه عميقه بسبب هذا الانفصال. خليني اشوف ليش السبب، اللي هو يمكن انت حطيت له بلوك، احتمال يكون ان انت انهيت العلاقه في بلوك، يمكن انتوا تعرفتوا على الانترنت كمان برضه بتصير، احتمال ان انتوا تعرفتوا على الانترنت او انت بتراقبه على الانترنت. احتمال كان للبعض منكم هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكم بالسر للبعض منكم، واحتمال هذا الشخص انه اخفى عليه عنكم انه هو شخص مرتبط، يعني عنده ارتباط اخر، زواج اخر، او مرتبط في اسرته، او في مصير علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة، يعني شو مصيرها. يعني مثلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو مصير هاي العلاقة، هو مخفيها عنكم. احتمال صار بعض الضلالية في هاي العلاقة، يعني في اشياء انت ما عرفت عن هذا الشخص الا مؤخرا، فعشان هيك انت بدك تنهي ألم وتبلش حياة جديدة. لبعض منكم هذا الشخص زي انهى العلاقة معكم بشكل قاسي، ووعدكم مثلا بالزواج واخلف هذا الوعد. هذا برج الحوت، هون عندنا برج القوس وبرج الثور وبرج العذراء. خليني اشوف لكم في هون عند الكروت يساعدونا، بس هون بيحكوا لك يس this is your soulmate، يعني هذا الشخص رفيق روحك. فهذا الشخص يمكن هذا الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتوا الشخصين تحسوا بقيمة بعض. يعني اذا ما صارش انفصال في العلاقة وابتعدتوا عن بعض فترة مش راح تحسوا بقيمة بعض. البراءة، كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة؟ انت بتتقدم، انت روحانيتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم للامام، انت حابب تطلع من كل الاوجاع. ان الشخص هذا شكله اتعبك كان اوف اون، يروح ويرجع يروح ويرجع، ويجي يحكي لك كلام سخيف ويروح، او يجي يحكي لك انت السبب وانت كذا عملت وكذا وكذا ويروح فجأة، يجي فجأة ويروح فجأة. فهون بقول لك انت يعني هلا انت تقدم، انت هلا بستدعوا فيك للقياده، انت لازم تصير قائد او انت قائد، وبلشت انت تصير قائد، قائد لمشروع، قائد لاطفالك، قائد لاي شيء. طيب خليني اشوف برضه عشان نخلص الكروت هذول ونكمل. برج الجوزاء، اوف طاقتكم عالية ولا كتير هيك؟ طار كتير هدول، مش رح نقدر ناخدهم. خلينا ناخد من هون نشوف شو بيحكوا لك. الرحمة، رئيس الملائكة، خفف قلبك فيما يتعلق بهذا الموقف وجميع الأشخاص المعنيين بما في ذلك أنت. أنت شكلك حامل بقلبك وبتضل تنظر للموضوع، هم بيقولوا لك خفف عن قلبك، وخفف حتى اللي بتحسهم إنه هم معنيين في الموضوع، أو في حدا مثلا في تدخل طرف، أو عندكم أنتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا في طلاق،
فهو بيقول لك خفف، خفف عن نفسك، خفف عن المعنيين، يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم بيحسوا بتعبك ووجعك، لان اكيد لما يشوفوك انت موجوع وتعبان هم راح ينجوا معاك. فهم بيحكوا لك خفف. و انت شكلك تعبان بس تخبى علينا يعني، او انت بتحاول تكبر، انت مكبر، انت بتعمل شغلات شوي خارج عن مبادئ، مش مبادئك، اطار اعتقاداتك انت. يعني انت مثلا كانت عندك مثلا انت محدد الاصدقاء عندك، او يعني بؤره الاصدقاء صغيره عندك انت بتوسعها، او اطار الاصدقاء عندك يعني انت قاعد بتوسع، يعني مثلا بتزيد متابعينك على السوشيال، بتزيد في اصدقائك، فبتحاول انه انت تخفف وجعك بهي الاشياء، تحس بقيمة نفسك، وانت قيم، انت الورد، طاقة الورد. وانا بقول لك انت هلا وقت التولي القيادة، بس انت خفف عن نفسك بس. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انك انت مستقر ماديا ومستقر عقليا، انت راكز، هو شايفك راكز جدا جدا، وهو معجب بشخصيتك هذا الشخص، شايفك متواصل، شخص متواصل، وهو شايفك في العلاقة، يعني شايفك انك انت بطيء نوعا ما اثناء العلاقة، وكان شايفك انك انت بدك علاقة صادقة وثابتة، يعني علاقة زواج، علاقة ارتباط. انت شخص بتحبش اللعب مثلا. طبعا البعض منكم اذا بحكي للقراءة عكسية، فهي يا جماعة تقبل العكس، لان بتكون طاقته اكتر من طاقة هذا الشخص عندي على الطاولة. طيب وهو شايف انك انت واثق الخطوة يمشي، وشايفك كمان ان انت اذا بتحدد هدف بتروح له، لكن بعقلانية. وهو شايفك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا، وشايفك نوعا ما انه انت لما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجئ بالقرار، انت بتكون ماخده ومخلص، بس انت بتيجي بتفاجئه فجأة بدون اي